سلبياتها. محطتنا القادمة راح ناخذ الحين تقرير حول حملة التبرع بالدم من أجل مرضى ثلاسيميا. مثل ما ذكرت هذه الحملة تقام حاليا في محافظة الشمال الباطنة. ناخذ التقرير ونرجع معنا ضيوف في نفس الموضوع إن شاء الله، انتظرونا. حضورنا الكريم، الجميع يعلم بأن بنك الدم يحاول جاهدا بتأمين الدم الآمن. في خطوة لزيادة الوعي بأهمية التبرع بالدم، تتواصل فعالية حملة التضامن مع مرضى الثلاسيميا للتبرع بالدم بمحافظة شمال الباطنة، حيث تم وضع جدول زمني لهذه الحملة التي ستقام بشكل يومي ولمدة 6 أيام بمختلف ولايات المحافظة. ومن المؤمل أن تكون حصيلة هذه الحملة توفير ما يقارب 700 وحدة دم لصالح مرضى الثلاسيميا. ومن ضمن فعاليات هذه الحملة تدشين مجموعة تطوعية تحمل اسم دمك حياة، وهي جماعة منبثقة من جمعية المرأة العمانية بصحار. وتهدف إلى توفير الدم الآمن من أفراد المجتمع لصالح المرضى المحتاجين له. وقامت المجموعة بوضع عدة أنشطة في سبيل خدمة مساعدة المرضى المحتاجين لنقل الدم، وخاصة مرضى الثلاسيميا، من خلال أهدافها المتمثلة في نشر الوعي بأهمية التبرع بالدم وزيادة عدد المتبرعين به، بالإضافة إلى عمل محاضرات وورش عمل للتعريف بأهمية نقل الدم وتأمينه. وتأتي مثل هذه الحملات نظرا للحاجة الملحة والمتزايدة لتوفير الدم بسبب عدد كبير من مرضى الثلاسيميا، والتي تستدعي نقل الدم لهم مرتين شهريا، بالإضافة إلى وجود الحوادث المرورية باستمرار، مما يستدعي توفير أعداد هائلة من أكياس الدم. كما تأتي هذه الحملات من منطلق تحقيق الشراكة بين مؤسسات المجتمع والمؤسسات الحكومية والخاصة، والتعاون القائم في دعم المجتمع من الناحية الصحية وتوفير الدم للمرضى. حياكم الله مشاهدينا الكرام، متواصلين معكم في برنامج قهوة الصباح لهذا اليوم. العديد من الفقرات، العديد من المحطات المتنوعة اللي نقول دائما أنها تلامس حياتنا العادية وتلامس واقعنا في المجتمع. محطتنا القادمة هي محطة إنسانية بحتة، تتكلم عن حملة التبرع بالدم لمرضى ثلاسيميا مقامة في محافظة شمال الباطنة. تقيمها مجموعة أو جماعة تعرف ب أو فريق يعرف بدمك حياة. هذا الفريق يعني أيضا يشتغل من خلال جمعية المرأة بولاية صحار، معهم مجموعة من البرامج اللي خططوا فيها في مجال التوعوي، في مجال نشر هذه الثقافة، ثقافة التبرع بالدم. ضيوفنا اليوم في الاستوديو راح يعطونا فكرة أشمل عن هذه الحملة. بدر بن ناصر الجهوري. بدر أو سلطان؟ سلطان. بدر. بدر بن ناصر الجهوري نائب رئيس فرقة دمك حياة، وأيضا سلطان بن سعيد المحروقي نائب رئيس فريق دمك حياة. صباحكم خير وسعيدين بتواجدكم معنا في برنامج قهوة الصباح. الله يسعدك. صباحك خير أخي هلال. بداية نود أن نقدم شكرا جزيلا لتلفزيون سلطنة عمان على استضافتنا في هذا البرنامج، ونعتبر هذا نوع من الدعم الذي يوجهه مختلف الجهات الحكومية والخاصة في دعم مثل هذه الفرق التطوعية، فكون الإعلام تصل رسالتنا إلى جميع مناطق السلطنة نعتبر هذا دعم كبير بالنسبة لنا. نشكركم هذا المجهود ونتمنى أنه يستمر بشكل دائم. الله يسلمك. أكيد أخوي سلطان، هذا هو واجبنا وهذا هو واجب الإعلام، والإعلام دائما شريك في خدمة المجتمع. ناخذ فكرة عامة أخوي سلطان عن هذه الحملة، حملة التبرع بالدم.
أخ هلال والمشاهدين الكرام، جاءت فكرة فريق دمك حياة نظرا للحاجة الماسة لوحدات دم لمختلف الاحتياجات. فمثلا عندنا يوجد مرضى الثلاسيميا، يعني حفظ الجميع إن شاء الله من كل مكروه، هذول المرضى يحتاجوا إلى وحدات دم باستمرار مرة كل أو بحدود وحدتين دم كل أسبوعين أو 3 أسابيع. فإلى الأخوة الذين يدخلون عمليات جراحية أيضا يحتاجون إلى وحدات دم، كذلك المصابين من الحوادث فيحتاجون إلى وحدات دم. في الحقيقة وزارة الصحة مثلا في بنك الدم تبذل جهود كبيرة لتوفير وحدات دم، ولكن ما زال هناك نقص كبير نظرا لتزايد أعداد المرضى بمرض الثلاسيميا ونظرا لكثرة الحوادث في السلطنة. فجاءت من هذه الفكرة تأسيس فريق يدعم وزارة الصحة ويقوم بأعمال توعوية ونشر ثقافة التبرع بالدم وزيادة عدد المتبرعين بالدم وزيادة كذلك مخزون الدم الآمن. فجاءت الفكرة من هذا المنطلق وابتدأت بمنطقة شمال باطنة نظرا لوجود عدد كبير من مرضى الثلاسيميا ما يقارب من 70 إلى 80 حالة وهم محتاجين دم بشكل مستمر. فجاءت الانطلاقة الفكرة. الانطلاقة أو الفكرة جاءت أخوي سلطان هي بأن وفي النهاية هو الفريق فريق تطوعي، فريق عمل طبعاً تطوعي أخوي بدر. والفكرة مثل ما ذكر أخوي سلطان جاءت من خلال لدعم جهود وزارة الصحة في هذا الجانب. أكيد. بالمناسبة مؤسسة الفريق هي الأستاذة فاطمة الفتحي، هي مشرفة نقل دم في محافظة شمال الباطنة. على هذا الأساس هي كانت قريبة من نقل الدم بشكل كبير، وترى احتياجات الماسة لوحدات الدم كثيرة داخل، إن كان في مستشفى الصحار أو في المركز المركزي لنقل الدم في بوشر أو حتى مستشفى جامعة السلطان قابوس. الجميع الآن السلطنة تحتاج كميات دم أكبر، ولذلك بدأت تأسس الفريق، بدأت تشتغل على الفريق، بدأ يجوا متطوعين من أجل أنهم يقوموا بخدمة هذه، يزيدوا عدد المتبرعين. نعم. يعني لا يخفيك بالأمس كان يوم التدشين، تدشين الفريق وتدشين الحملة تحت رعاية صاحب السمو السيد فيصل بن تركي، ولكن يعني كان يوم فقط من أجل تدشين، ولكن حصل يعني جو في ناس كثيرة حابة أنها تتبرع. نعم. وكانت سيارة نقل الدم موجودة. فبعد ما انتهى تقريبا في على الساعة 6 مساء يعني وجدنا تقريبا ما يقارب 30 شخص متبرع، هذا غير الأشخاص الذي يعني منعوا من التبرع لأسباب طبية وكذا. صحيح. فيعني رقم مناسب، يعني كنا ما نتوقعه في أول يوم، يعني إحنا مخلين رقم 700 في المحافظات بشكل كامل، يعني في محافظة شمال الباطنة في كل الولايات. فوجود 30 في أول يوم، ومع أن نحن يعني إنه مخبرينهم إنه يعني من يوم الأربعاء هو اليوم بيبدأ حملة التبرع بالدم، إلا أن شفنا ما شاء الله ثقافة المواطن العماني وصلت إلى درجة كبيرة من الارتقاء، إلى أن يعرف أهمية التبرع بالدم. الإقبال صار كبير. إقبال كبير أخي هلال. تعرف الحملة كانت فيها 3 أشياء. هو كان الفعالية اللي نظمناها أمس كانت عبارة عن تدشين حملة للتضامن مع مرض الثلاسيميا اللي هو 8 من مايو واليوم، وكان الشيء الآخر اللي هو حملة للتبرع وحملة تدشين الفريق فريق دمك حياة. فكان دمجنا هذه 3 فعاليات في وقت واحد. فإن شاء الله الفعالية كان هو أمس يوم تدشين، الفعالية أمس بدت وجبنا سيارة تبرع بالدم بالتعاون مع وزارة الصحة في بنك الدم، مشكورين جزاهم الله خير، وفرونا السيارة في مركز سفير مول في صحار، وإن شاء الله الحملة رايحة تستمر. يعني فتبدأ اليوم نفس الشيء موجودة في مركز صحي. نعم. صحار، وإن شاء الله راح تستمر في ولاية شمال باطنة. وحتى لو أعرض لك أخي هلال والأخوة الكرام. نعم. هذا عملنا إحنا بعض النشرات التوعوية، فلو لاحظتوا هنا كان أمس تدشين في 7 مايو في سفير مول، بعدين 8 مايو مجمع صحار مجمع صحي بالصحار، 9 مايو في الخابورة، و11 مايو في السويق، ونفس الشيء 12 مايو في صحم، و13 مايو في لوا، و14 مايو في شناص. ومنها وجه دعوة لمن يشاهدنا والمشاهدين الكرام أنه يتواجدوا في أماكن التبرع، هذه خدمة إنسانية نبيلة. نفس الشيء إخوانهم وأهاليهم اللي محتاجين هذه الصفائح أو هذه الوحدات الدم، ونتمنى نفس الشيء اللي يسمعنا أنه ممكن ينشر رسالة توعوية. نعم. في وسائل التواصل الاجتماعي سواء قلنا الواتساب أو المواقع التواصل الأخرى مثل فيسبوك
وما شابه. إذن هذا هو حاليا أنتم في محافظة شمال الباطنة، تخططوا في المستقبل بدر، تخططوا في المستقبل في الأيام القادمة أن تكون هذه الحملة خارج شمال الباطنة؟ أكيد، هذا شيء أكيد، لأن خدمة الوطن هو الهدف الأول من شبابنا. الفرق التطوعية كثيرة ما شاء الله عليهم، ونحن هدفنا أن ننشر هذه ثقافة التبرع بالدم. بديناها في محافظة شمال الباطنة لوجود الأعضاء جميعا من محافظة شمال الباطنة، باستثناء بعض الأشخاص اللي يعملوا في محافظة شمال الباطنة. بعد ذلك نحن فكرنا بالتعاون مع نقل مركز البنك المركزي في بوشهر، من أجل أن يكون في عملية يعني تعاونية، من أجل أن ننشر على مستوى السلطنة كامل. يعني عجبتني مقولة لصاحب السمو السيد فيصل يوم أمس، قال: أتمنى بأن هذا الفريق يرى النور على مستوى السلطنة بالكامل، وأنا أول الداعمين لكم. فشيء يعني نكون نحن فخورين فيه في هذا الجانب. فنحن إن شاء الله بنكون على مستوى السلطنة بشكل كامل، وبيكون فيه يعني معنا لجان على مستوى محافظات الأخرى يعني بإذن الله. بإذن الله، وإحنا نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. سلطان، إذا أنتم رغم إحنا اللي فهمناه الحين أن هذا الفريق هو فريق تطوعي، وأيضا هو تحت مظلة جمعية المرأة بصحار، تنسيقكم مع الصحف أو مع وزارة الصحة في صحار في شمال الباطنة أو من خلال يعني البنك المركزي في بوشهر؟ خلال يعني تنسيقنا على مستوى جميع الوحدات الحكومية التابعة لوزارة الصحة. طبعا احنا نسقنا مبدئيا مع بنك الدم المركزي، وكذلك نسقنا مع المديرة العامة للصحة في صحار، ومع الأخوان في بنك الدم أيضا في الفرع اللي تابع لصحار، كذلك بالتنسيق مع جهات أخرى. وحاولنا ندخل معنا شركاء في هذه العملية مثل الجمعية العمانية لأمراض الدم الوراثية، وتمنينا أنهم شاركونا كونا نشترك في نفس المشوار. ومن خلال هذا المكان يعني حبيت أخبر الجميع أن إن شاء الله هذه خطوة لتأسيس جمعية إن شاء الله مستقلة إداريا وماليا. فكنا المظلة القانونية، نحن الحين اشتغلنا تحت جمعية مرأة بصحار، وهي جزاهم الله خير وفرونا المظلة القانونية، ولكن إن شاء الله نعمل في القريب العاجل أن نستقل إداريا وماليا ونكون جمعية كبيرة تنتشر مثل ما ذكر أخي بدر على السلطنة. ومن هنا أوجه دعوة لوزارة التنمية الاجتماعية أنهم لو تكرموا يسهلون هذه المهمة، ويعني يسرعون عملية إشهار أو تسجيل وإشهار الجمعية. كذلك خبر إذا كان بالإمكان نوجه نفس الشيء دعوة للمؤسسات الخاصة والحكومية بالتعاون معنا، سواء مثل أنت اليوم ما قصرت جزاكم الله خير، غطيتونا إعلاميا وانتشر هذا الموضوع. كذلك نحتاج مثل ما تعرف هذه عملية تبرع بالدم يعني عملية إنسانية، والواحد ما ينتظر منها أي مردود مادي، ولكن تنظيم مثل هذه الفعاليات أيضا يحتاج إلى مبالغ مادية، يحتاج إلى إمكانيات. فندعو المجتمع للمشاركة، ولو وإحنا لو قلنا حتى مشاركة بالتبرع نفسه، يعني تبرع بالدم، هذا أيضا نكون شاكرين جدا للمساهمين في هذا المجال. يعني إن شاء الله إن شاء الله أكيد. في نقطة بس إضافة، إنه نحن يعني الفريق مفتوح الآن للتسجيل، أي شخص يريد أن يسجل للفريق أنه يكون كمساعد للفريق في حملاته، نحن يعني فاتحين باب التسجيل لأي مواطن أو حتى غير مواطن من مقيمين في الدولة يشترك في الفريق، من أجل يكون يعني نزيد عدد الفريق، من أجل نزيد يعني إمكانياتنا أن نروح على أماكن ثانية عشان نزيد عدد وحدات الدم. وتروح على أماكن ثانية خارج محافظة شمال الباطنة، ربما في محافظات أخرى، لكن أنا أتصور ربما توافقون الرأي أن في أصلا في تواجد في هذه المحافظات. يعني اليوم فريق دمك حياة يمكن مش هو الفريق الأول، وحتى طبعًا على مستوى محافظة شمال الباطنة ليس هو الفريق الأول طبعًا، وحتى على مستوى باقي المحافظات في كل محافظة في فرق. في طريقة أن تنسقوا مع بعض، يصير بينكم تواصل يعني من أجل توحيد هذه الجهود؟ هو أخي هلال، هو فريق دمك حياة هو الفريق الأول في سلطنة عمان الذي يعنى زين بالاهتمام بعملية تبرع بالدم وزيادة عدد المتبرعين، وكذلك زيادة وحدات الدم الآمنة. فنحن بالإضافة إلى عملنا هذا نقوم بأعمال مثل التي تقوم بها الفرق الأخرى. مثلا فلنفترض نشر ثقافة معينة أو نشر التوعية في شيء معين أو جانب معين، إحنا كذلك فريقنا يقوم بهذا، بالإضافة إلى أن المحصلة أو ما يسمى بالإنكم من فريقنا هو وحدات الدم، شيء محسوس. فبالإضافة يعني شيء ممكن أن الواحد يقول أنا مثلا كيف أكون في هذا أشارك في هذا الفريق التطوعي، أحس أنه ما في ناتج أو ما في شيء، إحنا الناتج مالنا دم، فتحس أنه شيء بالفعل ملموس وفي ناتج في من هذا الفريق. فالحمد لله مثل ما خبرتك إحنا أول فريق إن شاء الله يهتم بهذا الموضوع، وربما تكون في فرق أخرى مساندة أو قامت بعمليات يعني تنظيم بالتنسيق مع مثلا بنك الدم المركزي وفروع بنك الدم في المحافظات.
صحيح. فهذا بس سلطان. نعم أضيف على الأستاذ سلطان في نقطة، إنه توظيف الفرق التطوعية الموجودة في الولايات في محافظة شمال الباطنة، نحن استغلينا يعني الفرق الموجودة بشباب وحيوية وكذا، إن كل ولاية نسير لها مثلا في سيارة نقل الدم إلى الولاية، مثلا ولاية السويق في فرق تطوعية موجودة في ولاية السويق تقوم بالأعمال التنظيمية في يوم الحملات، في يوم حملات تبرع بالدم، لأنه ما زال عدد فريق دمك حياة يعني ما زال بسيط ويقدر أنهم يغطوا بس بجهد مضاعف، ولكن استغلالنا وسوينا مسابقة إنه الفرق تكون من أفضل فريق يكون ومن أكثر ولاية تكون تجمع عدد من المتبرعين بالدم من أجل زيادة عدد والحماس داخل نفوس الشباب ممتاز. والفرق التطوعية الموجودة في المحافظات ممتاز. في محافظة شمال باطنة بشكل عام. ممتاز. إطلاق هذه الحملة اللي هي حملة التبرع بالدم من العنوان لمرضى الثلاسيميا، ويمكن اليوم مثل ما تعرفه هو يتزامن مع اليوم العالمي للثلاسيميا، فما أعرف هل غير هذه الحملة في أنتم مخططين لشيء، لبرامج أخرى، مخططين لفعاليات تكون من ضمن خلال نفس الحملة؟ طبعا احنا هذا خطتنا راح تكون مستمرة أو أعمالنا راح تكون مستمرة، وهذه هي مجرد انطلاقة، فاحنا حبينا نستغل هذا اليوم العالمي للتضامن مع مرضى الثلاسيميا ومن خلاله نعمل حملة للتبرع وتضامنا معهم وندشن هذا الفريق، لكن إن شاء الله تعالى هذه الفعالية الأولى وراح تستمر فعالياتنا وإن شاء الله أعمالنا، ونقوم نفس الشيء بحملات تبرع بأشياء تثقيفية إن شاء الله، راح نحاول نتعاون مع وزارة التربية والتعليم أن نعمل محاضرات في المدارس، كذلك المؤسسات الأهلية الأخرى مثل جمعيات المرأة مثل الأندية، فإن شاء الله نحاول حتى نكون متواجدين في المجتمع مثلا في الأماكن المشهورة والمجمعات الكبيرة، نعمل هذه الثقافة، نحط سيارة تبرع بالدم أو فريق صحيح. فإن شاء الله راح نتواجد في المجتمع بشكل كبير، خططنا إن شاء الله وحلمنا كبير، ونتمنى مساعدة ومساهمة الجميع في تحقيق هذا الحلم، وفي النهاية هو يعني شيء وطني وشيء إنساني نبيل وعائده للمجتمع وكذا. فأخي هلال يعني المشكلة وما فيها أنه صفائح الدم أو وحدات الدم يعني شيء لا يمكن تصنيعه، ونفس الشيء شراءه من الخارج مكلف وربما يكون غير آمن ويحتاج إلى مزيد من الفحوصات، فيعتبر المواطنين والمقيمين الرافد الوحيد والمصدر الأساسي للتبرع بالدم أو لتوفير وحدات الدم الآمنة، فعشان كذا هنا تظهر الحاجة الملحة لزيادة عدد المتبرعين لتوفير وحدات الدم آمنة. نعم. فنوجه نداء للجميع من خلال هذا المكان انه ان شاء الله يتواجدوا. سلطان اللي فهمته من بدر ان المؤشرات جيده، المؤشرات طيبه، احنا امس كان انطلاق الحمله لكن الاقبال كان جيد. نعم. واليوم الوعي اصبح يعني لدى الكثير من الناس الوعي مرتفع، الوعي عالي باهميه هذا الموضوع. بلا شك المواطن العماني اصبح يعني يعي كل الامور الموجوده واصبح مثقف واصبح يعي اهميه التبرع بالدم، يعني حتى من جانب صحي له بالنفس، يعني بغض النظر شيء، يعني ما أقول إن أنا أريد يعني أتبرع من الدم عشان أتبرع، لا بالعكس هو يرجع لك يعني إنك بنفسك إنك هذه أهمية التبرع بالدم، تجيب صحة حل الجسم، في فوائد كثيرة حل الجسم، يمكن الأطباء هم الناس يعني الأكثر معرفة بهذا الشيء اللي قائمين بدور توعوي كبير. يوم أمس يعني 30 مواطن 30 وحدة دم، يعني شيء بأمانة نحن نفتخر فيه في أول يوم صحيح. يعني وإن شاء الله الإقبال كبير، في اتصالات كثيرة جات على الفريق وعلى أعضاء الفريق أماكن تبرع ويعني أماكن تبرع بالدم، حتى في ناس من خارج الولايات يريدوا يتبرعوا في ولاية ثانية عشان ظروف العمل معهم، فنحن يعني ما عندنا أي مانع، أي مواطن كان في محافظة شمال باطنة أو حتى خارج محافظة شمال باطنة حاب إنه يتبرع بالدم بس يكون في أي مكان. إذا كان من خارج المحافظة كيف ممكن تساعده بدر؟ نسقوله مع المستشفى مثلاً في نفس الولاية أو؟ ممكن نسقوله مع نفس المستشفى في الولاية، فلنفترض إنه في شخص حاب يتبرع من محافظة البريمي، ممكن نسقوله مع فرع بنك الدم في محافظة البريمي، أو مثلاً ممكن ندعي لأقرب مكان أو أقرب حملة. وممكن بالعكس احنا ننظم مكان اذا كان في مكان مهول بالسكان ويتوقع حصول يعني وحدات كبيره، ممكن ننظم الحمله ونزورهم في هذا المكان، فاحنا نفس الشيء نرحب يعني باستفسار. انتم عربه النقل موجوده معكم على طول؟ لا، هذه المواقع عربه النقل بتكون موجوده، كانت في يوم التدشين يوم امس، لكن لظروف في وزاره الصحه وكذا بتوقف، لكن الحمله مستمره داخل المجمعات الصحيه.
يعني بتكون في المجمعات الصحيه موجودين باذن الله، بس بدون العربي، يعني بتكون داخل، يعني الاسره موجوده داخل مع تنظيم، مع كل شيء مسبق يعني، وكل حاجه مجهزه. ممتاز. والفريق يكون يعني متنقل. الحمله مستمره سلطان لتاريخ 14؟ لا، هذه الحمله مثل ما ذكرتك لها تاريخ 14 مايو حسب هذا الجدول. نعم. فان شاء الله تعالى ندعو الجميع. كذلك احب اوضح شيء معين، انه في احيانا ربما الناس تقول هل في مكان خاص او في خصوصيه في المواقع؟ المواقع مجهزه، فيها كل خصوصيه، في اماكن للرجال، في اماكن للنساء، فصل تام. كذلك الكادر الطبي من وزاره الصحه مؤهل، ويعني تاهيل عالي، عنده كل الامكانيات، والتبرع بالدم شيء بسيط يعني وغير متعب، وياخذ تقريبا من 10 الى 15 دقيقه، فالعمليه سهله وبسيطه يعني ومشجعه والهدف انساني، الهدف إنساني يعني نبيل من ناحيه، انت فيها يعني جانب صحي لصحه الفرد المتبرع نفسه، فيها الثواب واجر من الله سبحانه وتعالى، وفيها مساعده للاخرين. عموما احنا نتمنى لكم التوفيق اخوي سلطان واخوي برر، مسعى كثير نبيل، مسعى كثير انساني. شاكلكم تواجدكم اليوم معنا في برنامج قهوه الصباح. سلطان بن سعيد المحروقي، رئيس نائب رئيس فريق دمك حياه، شكرا جزيلا لك اخوي سلطان. وايضا بدر بن ناصر الجهوري، رئيس اللجنه الاعلاميه بفريق دمك حياه، شاكر لكم تواجدكم معنا في برنامج اليوم قهوه الصباح. شكرا لكم، جزاكم الله خير. نفس الشيء نكرر شكرنا لتلفزيون سلطنه عمان على استضافتنا في هذا البرنامج. نطلب من الجهات الاعلاميه الاخرى ايضا دعمنا باستمرار وتوصيل فكرتنا للمجتمع. شكراً لكم، موفقين بمشيئه الله. شكرا لكم مشاهدينا، مستمرين دقائق معدوده فقط، بعد الفاصل راجعين لكم ان شاء الله. إذن مشاهدينا، هذه كانت رحلتنا لهذا اليوم في برنامج قهوة الصباح. غدا إن شاء الله لنا موعد في نفس التوقيت بفقرات جديدة، بمحطات جديدة متنوعة، إن شاء الله تلامس واقعنا اليومي مثل ما أقول دائما، وتلامس حياتنا اليومية. سعدنا بصحبتكم على مدار ساعة ونصف، نلتقي غدا بمشيئة الله وفي حفظ الله ورعايته.